مساكم الله بالخير. اليوم راح نتكلم عن الهدف الثالث من أهداف السياحة المستدامة. تابعونا. الهدف الثالث يقول تحقيق الأهداف القصوى والمنافع للسكان المحليين الزوار والثقافة. خلنا نشوف مع بعض شنو هي المعايير اللي تقوم عليها هاي الهدف. أول معيار يقول حماية المناطق الجاذبة للسياح، بمعنى تأهيلها، ترميمها، وإعادة تقييمها إذا هي مناسبة أو غير مناسبة لجذب السياح. إدارة الزوار، تخيلوا معاي المعلم السياحي من غير إدارة، بمعنى الزوار يأخذون راحتهم، يسوون اللي حابين يسوونه داخل المعلم السياحي، بالنهاية يصير الضرر على البيئة وعلى المعلم السياحي والتراثي اللي الدولة قاعدة توفره للسياح. علشان شي لازم تكون في إدارة ملزمة وتلزم الزوار بقوانين صارمة تخدم فيها استدامة السياحة. حالات الواحد الحين يسافر لتركيا ويزور المسجد الأزرق. شفت المسجد الأزرق سامي؟ رحته؟ وايد راح يعجبك. أحلى شيء في الموضوع إن في سلوكيات معينة للزوار لما يجون يدخلون. أول شيء راح يقولون لك تخلع الجوتي مالك عزك الله، والشيء الثاني إنك تلبس ملابس مسترة. سلوكيات الزوار جدا مهمة على أساس أولاً نحترم الشعائر الدينية للناس، شيء ثاني الزوار لازم يكونون ملتزمين بأخلاقيات وقواعد وعادات وتقاليد البلد اللي هم فيه. حماية التراث الثقافي، تخيلوا يجي لكم واحد ويقول لكم أنا عندي قطعة نادرة ماخذها بالسرقة، يعني من تحت الطاولة، هل العملية صحيحة أو غير صحيحة؟ طبعاً العملية غير صحيحة ويحاسب عليها القانون، لذلك يجب وضع قوانين ونظم معينة تحد من هاي العمليات وبيع التحف الأثرية من غير وجه حق. تخيل أنت قاعد بسوق واقف، قاعد تتقهوى وسبحان الله، فجأة تسمع حولك سياح قاعد يتكلمون عن سوق واقف بمعلومات جداً غير دقيقة، والمرشد السياحي بنفسه قاعد يقول لهم المعلومة ويتفاخر أنه هو عنده كامل المعلومات من أول تأسيس السوق إلى اليوم. المعلومة ما لها خص بالواقع، علشان شي لازم لما تجي تحط أي معلومات عن أي موقع كمقصد واجبك إنك تستشير السكان المحليين وبتعرف المعلومة بالضبط. الملكية الفكرية، يعتمد المقصد لازم يكون عنده نظام توعوي خاص بالسكان المحليين إنه يعزز فيهم قيمة الملكية الفكرية لعاداتهم وتقاليدهم وثقافتهم، وإنهم يحافظون عليها ويتمسكون فيها. وبشي نكون خلصنا الهدف الثالث من السياحة المستدامة. حالياً عندنا سؤال الحلقة. سؤال الحلقة يقول اذكروا لي تحت البوست أي مواقف غريبة صادفتكم أنكم تسمعون نفس المسج عن نفس الموقع طرق مختلفة ومن أشخاص مختلفين، وللآن أنتم مو عارفين أي معلومة فيها كانت الصح.